نبداو عدد اليوم جورنال فير بخبر عنوانه نهضة بركان يلحق بالرجاء أول هزيمة خلال الموسم الجديد. وقلب فريق نهضة بركان الطويلة على مستضيف الرجاء الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة اللي جمعتهم أمس الأحد بملعب العربي الزاولي برسم الجولة الخامسة من البطولة الوطنية. وكان الفريق البرتغالي هو السباق للتسجيل عن طريق اللاعب إبراهيم البحراوي في الدقيقة 51 من اللقاء، وأضاف اللاعب تشادار كلوكومبي الهدف الثاني للفريق البركاني في الدقيقة 62 قبل ما يقلص الفريق الفائدة فريق الرجاء الرياضي المدافع والهدودي في الدقيقة 78 من اللقاء، ورفع نهضة بركان بهذا الفوز رصيده لسبعة نقاط في المركز السادس، بينما تراجع فريق الرجاء الرياضي للمركز الثاني برصيد 12 نقطة. لسعد الشابي هزيمة الرجاء الرياضي أمام نهضة بركان جاءت بأخطاء بدائية، وقال سعد جرد الشابي مدرب فريق الرجاء أن كتيبة النسور كانت قادرة على حسم المواجهة في الشوط الأول من ثلاث فرص سانحة للتسجيل، لكن الفعالية الهجومية اللاعبين غابت بالأمس ضد النهضة البركانية. وضاف الشابي في تصريح القناة الرياضية عقب نهاية اللقاء: دارنا بصورة جيدة في الشوط الأول لكن ما استغليناش الفرص اللي تحت لنا، الشوط الثاني استقبلنا هدفين من أخطاء بدائية ونهاروا بعدا اللاعبين. وختم الشابي تصريحه بالقول: غنسعاو لتصحيح ما يمكن تصحيحه قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا، وغنعوضوا هاد النقاط الضائعة محليا بالجولة القادمة، وكتبقى طبيعة كرة القدم كل مرة انتصار أو هزيمة أو تعادل. الذاكر الرداد يواصل لعبة عرقلة الرجاء الرياضي، وكيواصل الحكم الذاكر الرداد عرقلة مسار فريق الرجاء الرياضي في البطولة الوطنية بطريقة مكشوفة، بحيث تأكد نظرية المؤامرة في اللقاء اللي جمع النسور الخضر بالنهضة البركانية أمس الأحد، وتسبب الرداد مرة أخرى في غليان وسط مكونات الرجاء الرياضي بعد ما طرد الطنطاوي في أولى الدقائق، كما أنه تغاضى لإعلان عدة ضربات أخطاء إضافة لضربة جزاء واضحة في الشوط الأول من اللقاء. الحكم الذاكر الرداد كذلك تساهل مع لاعبي الفريق البرتغالي في عدة احتكاكات خشنة كانت كتستوجب بطاقة حمراء في مناسبتين، الأولى بالنسبة للعربي الناجي مع محسن متولي، والثانية بالنسبة ليوسف ضايو مع حميد أحداد. الظلم التحكيمي اللي تعود أنه يوقع ضحيته فريق الرجاء الرياضي مع رداد خلى الجماهير تسأل على دور المكتب المديري بحالة التجاوزات، كما وضع في حالة قلق كبيرة على مستقبل الفريق ديالها. العرسي يحدد موعد عودة جمال حركس لمباريات الرجاء الرياضي، وكشف محمد العرسي رئيس اللجنة الطبية بفريق الرجاء الرياضي على موقف مصابي الفريق وموعد عودته من التدريبات الجماعية. وقال العرسي في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية عقب نهاية مباراة الرجاء والنهضة البركانية: جمال حركاس غيكون حاضر اليوم الاثنين في مباراة ودية غيخوض النادي الأخضر، في حين عمر العرجون غيدشن عودته لتشكيلة النسور الخضر يوم 17 أكتوبر الجاري في دور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا ضد أوليرز ليبيري. وتصاب جمال حركاس أول مشاركة رسمية ليه مع فريق الرجاء ضد يوسفيش برشيد في المواجهة اللي جمعت بيناتهم برسم الجولة الأولى من البطولة، واضطر لمغادرة الملعب بعد إصابته وعوده إلياس الحداد، واعتمد الشابي على الثنائي الهدودي وإلياس الحداد في المواجهات الأربعة الماضية آخرها أمس أمام النهضة البركانية، ومنتظر باش يجري المدرب التونسي تغييرات على خط دفاعه بعد عودة جمال حركاس، خصوصا أن شباك الرجاء مؤخرا ولات كتلقى أهداف كثيرة من أخطاء دفاعية. انطلاقة خاطئة لأمر الرجاء بعد الهزيمة ضد الدراك، ونهزم فريق أمر الرجاء الرياضي ضد الراسينغ البيضاوي السبت الماضي في إطار الجولة الأولى من بطولة الأمل واللي كتحمل اسم دوري القسم الثاني هوات، وفاز الراك بهدف واحد على أبناء المدرب بوشعب مباركي، بحيث شارك من جانب الفريق الأخضر اللاعب محمد سبول الظهير الأيسر للفريق وحمل شارة العمادة. يشار أن هذا هو ثالث موسم لأمل الرجاء الرياضي بالقسم الثاني هوات، وكيسعوا فيه أبناء بوشعب مباركي لاحتلال المركز الأول بهدف الصعود للقسم الأول هوات، إذ كانوا قراب من تحقيق ذلك في المواسم الماضية بعد ما احتلوا المركز الثاني. هشام الدمعي يستدعي 28 لاعب لمعسكر المنتخب الأولمبي، 4 من الرجاء يتقدمهم رحيمي وسبول مقابل 17 محترفين في أوروبا. وجه هشام الدمعي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي فئة أقل من 23 سنة الدعوة 28 لاعب للدخول في تجمع تدريبي مغلق خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و 12 أكتوبر الجاري، واستعد الدمعي للتجمع 17 لاعب محترف أوروبا و 11 لاعب كيمارس البطولة الوطنية من بينهم 4 عناصر من فريق الرجاء الرياضي، وكيتعلق الأمر بياسين الزبير عبد الله فارح حسين الرحيمي ومحمد سوبول، ومن المنتظر باش ينطلق المعسكر التدريبي المغلق للعناصر الوطنيه اليوم الاثنين في مركب محمد السادس المعموره، اذ غيغيبوا لاعبي الرجاء الاربعه على تدريب الفريق الاخضر استعدادا للقائهم المقبل. بسبب التكلفه الماديه المرتفعه لاجراء مباراتي في غانا، أوليرز ليبيري يفضل المغرب لاستقبال الرجاء بهدف تقليص المصاريف، وتواصل نادي أوليرز ليبيري مع مناصريه الإطلاعهم على آخر الترتيبات المتعلقة بسفر بعثته للمملكة المغربية بعد أسبوعين، بحيث غيلاقي الرجاء الرياضي ذهابا وإيابا لحساب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. وأكد منافس الرجاء الرياضي المقبل
أنه راسل الاتحاد الليبي لكرة القدم لطلب تسهيل رحلته للمغرب في ظل صعوبة التنقل بين البلدان بسبب الأزمة الصحية. ووضح بطل الدوري الليبي أنه كان كيدرس مقترح لاستقبال فريق الرجاء الرياضي في غانا وتحديدا على أرضية أكرا ستاديوم، إلا أن السلطات الغانية شرطت دفع مبلغ 15000 دولار للشركة المكلفة بتدبير الملعب مع تكفل إدارة أوليرز بمصاريف وترتيبات أخرى واللي كتشمل حاملي الكرات، رجال الأمن، المسعفين وغيرهم العاملين في الملعب. وأبدى الفريق الليبيري ارتياحه لقبول طلبه من طرف السلطات المغربية بهدف استقبال مباراة الذهاب ضد الرجاء الرياضي في المغرب، وأكد أنه كيفضل السفر لشمال القارة بدلا من اللعب في غانا بسبب فريق التكلفة المادية لإجراء مباراة كرة القدم بين الرباط وأكرا. الأندلسي يورد الزيات بعد استقالته من الرجاء، وتفاجأ منخرطي وحكماء الرجاء الرياضي بحمل السجل التجاري للشركة الرياضية الفريق الأخضر لإسم جواد الزيات بصفته ممثل جمعية الرجاء في أسهم الشركة رغم تقديمه لاستقالته. واستغرب منخرطي وحكماء الرجاء الأمر، خاصة أن جواد الزيات أكد في أكثر من تصريح أن أي عضو من المساهمين في الشركة كيقدم استقالته كيتخلى على السهم ديالو وكيتم تعويضه بمسير آخر من مكتب الرجاء. هو الأمر اللي ما حصلش، إذ كيحمل السجل التجاري لجانب اسم الزيات أسماء مسيرين قدموا استقالاتهم من الفريق الأخضر بحال عماد هادور ونوال الإيداوي. وكانت نقطة السجل التجاري من بين أبرز المواضيع اللي ناقشوها حكماء الرجاء في اجتماعهم، يتسألوا على حقيقة الموضوع خاصة أن السجل التجاري لفريق الرجاء عدو رشيد الأندلسي الرئيس الحالي بعد تقديم جواد الزيات لاستقالته، وكان لزاما عليه إسقاط أسماء المسيرين اللي غادروا المكتب. وبرر الأندلسي موقفه برفضوا إجراء أي تغيير في السجل التجاري، إذ فضل ترك الموضوع للرئيس المقبل. ووضع الأندلسي الرئيس السابق جواد الزيات في موقف محرج، خاصة أنه ما بقاش كتربطوا التعلقات بمكتب المسير الحالي باش يكون ممثل جمعية الرجاء في الشركة الرياضية. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.